السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد وأفكار دائمة جديدة. المشكل ديال البراد اللي كتشوفوا قدامكم في هذا الفيديو غادي تحصلوا على هذه النتيجة هذه، وأيضا الكوزينير أو لا الكاستري ديالكم أو لا أي نوع من البوتاغاز موسخ. غادي ندير معكم واحد الطريقة اللي هي زوينة، ما عليكم إلا تبقوا معايا حتى الأخير الفيديو باش تشوفوا هذه الطرق اللي هي سهلة وبسيطة، وما تنساوش تبارطاجيو مع الأحباب والعائلة. فرجة ممتعة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله، غادي نبدا معكم اولى التدابير ديال هذا الفيديو هذا. دائما البوطاغاز ديالنا، شوفوا هاد العيون هادو، بزاف ديال المرات كنشارك معكم التنظيف واشكال اللي هي متنوعه ومختلفه، ولكن كل مره كنكتشف واحد الحاجه اللي هي سهله وبسيطه، ايضا كتكون اقتصاديه وسهله امنه على يعني على البوطاغاز ديالنا. كيبقى في واحد الحله، هاد اونيتول هو خاص بتنظيف الارضيات، ولكن واحد الاخت كانت واحد المره كتبات لي انها نظفت به الاواني الاخرى مثل بحال الكوكوط بحال البوطاغاز، فعلا جربتها عطاتني واحد النتيجه اللي هي رائعه. السيده قالت لي اونيتول هكا، قالت لي كنظف به ولكن ضفت عليه واحد المكون اللي هو هاد بيكنج باودر او لا الخميره ديال الحلويات، عطاتني واحد الاضافه اللي هي رائعه، ولا على شكل واحد المنظف اللي هو رائع. مازال ان شاء الله غادي نظف معكم به الكوكوط، وغادي نشوفوا ايضا التنظيف ديالها فعلا في هذه البوطه هذه. غادي نشارك معكم الطريقه، لان ما غاديش نديروه نحكوه في دقه واحده، ولكن النتيجه كتكون يا سلام، كتكون واحد النتيجه اللي هي رائعه بحال اللي درت لي داك البرودوي الخاص بالبوطاغاز ولا احسن. هنايا بعد ما خلطتو مع داك الخميره ديال الحلويات، هنا في الاخير اللي ما عندكمش الخميره ديال الحلويات غادي نعطيكم واحد البديل اللي دائما هكا كنقلبوا على البديل ما كانش شي حاجه واجده في الدار. هذه الاشياء سهله، ولكن بعض المرات كتكون ما موجوداش في ديك اللحظه اللي كنبغيو نضفوا بها البوطاغاز ديالنا، فغادي نعطيكم البديل ان شاء الله. ها انتم غادي ندهن هذا الخليط، وراه غادي وكيتفاعل، غادي وكيخفف، شوفوا راه كيحيد بسرعه، يعني غير كندوز هكا يدي كتلقاو هذاك الصفوريه وهذوك الاوساخ كيتحيدوا بسهوله. هنا غادي نخليو 10 ديال الدقائق، غادي تخليو بهذه الطريقه. الا نشف لكم هكا بزاف كترشوه شويه ديال الماء وتلقاوهم بعد 10 ديال الدقائق ان شاء الله. وهنايا راه كنحكو غير بهذيك الحلفه، ما كندير لا جيكس لا والو، اصلا انا ضد جيكس البوطاغاز ملي كيكون هكا نقي، كنضفوه يوم على يوم او لا، المهم كنضفوه كل مره كي خصنا نضفوه ونحيدو من دوك الاوساخ باش هكا نتفاداو الجيكس، ما نديروهش نهائيا. مع ذلك كما كنقول لكم دائما، الى قدر الله وهكا تحرق لينا في شي بلاصه بزاف اولا نديرو الجيكس رقيق، فتما غادي نشارك معكم الطريقه. ما لحد الان يعني اكثر من سنتين مازال كنمسح البوطاغاز ديالي بجوج بهم غير بهاد لي برودوي اولا هاد الخلطات اللي كندير معكم وتويب وحلفه ديال التنظيف. هانتوما شوفوا اللمعه اللي كتحصلوا عليها، ما كتبقى حتى حاجه من هذوك الاوساخ اللي كانوا لاصقين بلا ما نخبشوها. فعلا صدقات الوصفه ديال اونيتول، وصفه اللي هي رائعه، ضيفوا عليها الخميره ديال الحلويات وغادي تحصلوا على هاد النتيجه هذه. شوفوا يعني اللمعه بلا ما ديروا لا جيكس بلا حتى حاجه، وكتمسحوا غير بديك الطريقه اللي هي سهله. واحد التبعه ثاني اللي نضيف نحيدو باش نحيدو ديك الرغوه هكا باش تحصلوا على ديك اللمعه الاخيره، وكيولي البوطاغاز ديالنا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد العيون هادو والحوامل، ايضا كنديروا نفس الخلطه اونيتول هذا الشكل هذا، كاين بالخضر وكاين بالزرق. بالنسبه للاخوات اللي غادي يلقاوه باللون الاخضر فهو بنكهه اولا بالعطر ديال التفاح. وهنا البديل كما قلت لكم هي بيكربونات الصودا، بحال يعني الا درتو خميره الحلويات بحال الا درتو بيكربونات، كيكون تفاعل كيولي على شكل. هنا غادي نضيف شويه ديال الماء وصافي، وكتخليه واحد المده حتى هو تقريبا 5 ديال الدقائق على حسب دوك الاوساخ اللي فيه، وكتمسحوه بشي حاجه هكا حلفه او لا جيكسه رقيقه او لا، وكتحصلوا على واحد اللمعه اللي هي رائعه، والملمس ديالهم كيبقى ناعم. كما قلت لكم الاخوات، كان هذا عند اللي كيبيعوا السلعه او لا هاد المواد الغذائيه وهاد مواد التنظيف، يعني عند مول الحانوت، وكاين في اللون الاخضر. كنت جربت حتى انا اللون الاخضر، يعني كل مره وشنو كنجيبو صافي، حتى اللون الاخضر كيعطي واحد العطر اللي هو رائع في السياق، خصوصا كيعطينا واحد الريحه بحال داك التفاح الاخضر او شي حاجه بحال هكا، كتكون الريحه اللي هي زوينه. هنا خديت واحد الجيكسه رقيقه صافي، كندوز لهاد الجوانب غير يعني ما كنبقاش كنفركو بزاف، وكتخرج لينا اللمعه وكيتحيدوا هذوك الحروق وكيتحيد هذاك داك اللون اللي كيكون مغلوق كيكون فيهم، وصافي كنتحصلوا على واحد اللمعه اللي هي رائعه. غادي ندوز لهم كلهم بهذا الشكل هذا، لان مع اتاي كتزلع فوق منهم اولا القهوه ولا شي حاجه بحال هكا، كتولي واحد القشره كحله فوق منهم كاملين. وخصنا حتى الا كانوا الاخوات اللي عندهم البوطاغاز فيها هاد الحوامل ولا هاد العيون ديال النحاس داك الصفر، ف
فهاد الوصفه هذه راه غادي تنضفوا لكم واحد الجيكس رقيق بالنسبه للعيون، اما البوطه ما ديروا ليهاش الجيكس، صافي كنضفهم بهذا الشكل هذا وغادي نشللهم ونردهم للبوطاجاز. هذا هو الشكل النهائي ديال البوطاجاز ديالنا من بعد ما نضفته، يعني واحد اللمعه اللي هي رائعه بحال الى جديد. الا حافظتوا على الاشياء ديالكم ودرتوا وصفات اللي هي لطيفه عليهم وسهله، كتبقى معكم الحاجه ديالكم مده اللي هي طويله. وهنا غادي ندوز معكم لتاني فكره اولا تاني تدبيره في هذا الفيديو هذا، فبقوا معايا ما تمشيو فين. شوفوا البراد ديالنا يعني من الداخل كارثه، يعني هذا البراد هذا ما كيتغسلش تقريبا، يعني شي براد ما كيتغسل، وراه ماشي بالضروره البنات يكونوا هاد الاواني دياولي ويكون استعمال دياولي، لان ما يمكنش تلقاو عندي بحال هذا البراد وانا كنشارك معكم التدابير. ما كيهمش منين بزاف التعاليق كيجيوني فين خليتي البراد حتى ولا بحال هذه الحاله ولا فين خليتي الكوكوط، فبزاف الاشياء كيكونوا دياولي بطبيعه الحال، الا ما كانش الوسخ راه ما غاديش ننظفوا، وبزاف الاشياء ايضا ما كتكونش ديالي، فلا داعي هكا نبقاو نحرجوا بعضياتنا ونبقاو نقولوا هذا البراد فين كان ولا فين كنتي، ولا بزاف الاخوات واش كتشربي فيه اتاي ولا، يعني هكا راه الناس ديالنا كيتفرجوا والعائله كتتبع، فبلاش هكا من التعليقات اللي كتكون جارحه، يعني واخا تكون عن غير قصد. فانتم متتبعين ديالي اوفياء وكنبغيكم بزاف، وكنبغي تبقى حتى العلاقه بيناتنا علاقه احترام واخوه. هنا درت الالومنيوم لان خويت جافيل، انا بقيت معكم بالهضره ونسيت، درت جافيل في البراد يعني غير جافيل عادي، انا درت داك البيدود 10 لتر هو اللي عندي، ودرت الالومنيوم لان اخيب اخيب طبعه هو ملي كطبخوا جافيل اولا شي جافيل مع مسحوق تنظيف اولى وتخوالكم على البوطه، راه كيدير واحد الطبعه بحال كالكير ولا بحال ما القطع ولا، يعني خايبه خص تدوزوا الجيكس اولا شي حاجه اخرى. فهنا درت الالومنيوم وكنرد جهه هذا فاش كيخوي باش حتى هو يطلع عليه، لان كيف ما كتعرفوا اينوكس راه كيخرجوا غير جافيل، يعني بلا ما تكثروا الوصفات الا كان في هذه الحاله هذه اللي كتكون متقدمه بزاف في الطبيعه، اما الا كان خفيف راه كنديروا غير الخميره ديال الحلوه وشويه ديال الخل ولا بيكربونات صودا وكنطبخوهم. هنا خديت واحد الفرشات وكندوز دوك الجوانب اللي ما وصلهمش هكا، انا راه غير دفيتو شويه داك جافيل، راه ما كيدير لا يعني ما تخافوش هكا يدير داك البخار اللي غادي يخنقكم ولا، لان ما غليتوش غير دفيتو شويه وصافي كندوزو في هاد الاماكن اللي ما واصلش، لان ما درتش فيه هنا المسحوق ديال التنظيف باش ما يرغوش ليا ويتزل عليه البوطه، لان بالتجريب اخيب بقع هما ملي كيتزل عليك هاد النوع ديال الطبخات بحال جافيل اولا الكلور مع السائل ديال التنظيف، كيطبعوا البوطه بواحد الشكل غريب. شوفوا ملي دوزتو بواحد الحليفه يعني واحد اللمعه رائعه، ما غاديش تعذبوا راسكم، ممكن تخليوه غير ليله كامله بلا ما تدفيوه، في الصباح كتخويوه كتلقاو هاد النتيجه اللي كدوزو بالحلفه اولا يعني بشي خريقه هكا ولا بونجا، وكتحصلوا على هذه النتيجه اللي كتكون دائما رائعه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله دعموني باللايكات ديالكم، وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء.